بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس الحالي هنتعلم حاجة مهمة جدا، وهي ملفات النصوص، ازاي اتعامل معاها، ازاي افتحها واقرا منها، وازاي احتفظ بالنتائج اللي طالعة من برنامج، يعني اعمل ملف نصوص من خلال البرنامج. واهميتها زي ما احنا قلنا تكمن في ادخال البيانات، وتكمن كمان في الاحتفاظ بالنتائج بتاعة البرنامج. وببساطة لما نعوز نفتح هنقول له open ونحط الملف اللي احنا عايزين نفتحه، ونقول انت عايز تفتحه لايه، ايه غرض الفتح. يعني مثلا قلت له open افتح لي C، موجود في C اسمه egypt.txt، وهقول له افتحه لي اذا كان عشان اقرأ، يبقى ممكن اقول له اعمل كوما واكتب R، واكتب جواه R كوما وار هنا. خلاص، لو انا عايز افتحه عشان اعد ازود عليه، الحق به بعض الاشياء الاخرى، خلاص، واذا ما كانش موجود هينشئه هو، او عشان اكتبه يعني اعمل واحد جديد واكتبه من الجديد، او انشاء الملف ولو مش موجود، يعني ارجاع الخطا اذا كان موجود عشان ما اكتبش عليه. فإذا دي عندنا الأربع الأشياء. إذا كنت عايز تقرأ مش ضروري تحط R، يعني ما فيش داعي، لأن ده الطبيعي بتاعه، فمش ما فيش داعي تحط. تعالوا كده نشوف نفتح إزاي الملف. الملف هتقول له open egypt.txt، ولذلك لأن أنا حطه في المجلد اللي أنا شغال منه البرنامج اللي إحنا بنعمله، وبقول له دلوقتي egypt underscore English يساوي open egypt.txt، يبقى افتح لي egypt.txt وسمي الفتح ده egypt.english. تعالوا كده نشغله ونشوف فتحه، لكن انت مش شايف حاجة لان انا فتحته لكن ما قلتلوش اقراه. عايز تقراه فاقول له هنا print egypt underscore english اللي هو ده read، فهيقرا اللي فتحه. تعالوا كده نعمل run، ادي الملف بتاعنا اللي فتحه. خلاص، لا بعد ما فتحته لابد تقفله، لانك انت كده مش هتقدر تقراه تاني، لان تخيل عين البرنامج على اخر نقطه، فلو جيت قلت له اقرا تاني مفيش حاجه بعديها يقراها، مش هيطلع لك اي حاجه. فعشان نعمله من جديد قول له ايه كلوز، اقفل، فكده قفل الايه الحاجه اللي فتح بيها الدوكيمنت. اوكي، طيب تعالوا نفتحه تاني، نقول له ران هيفتحه. اوكي، دلوقتي انا عايز اقرا سطر سطر، فببساطه ممكن تعملها بالطريقه اللي هنقول عليها دلوقتي. فور ال يعني اختصار لاين ان ايجيبت انجلش دوت ريد لاينز، يبقى هنا هيقراها خلاص سطر سطر. قول له برنت ال، اطبع لي اللاين ده، قول له ران. فزي ما انتم شايفين ادي اول لاين طبعه، وبعدين تاني لاين، وبعدين تالت لاين، وبعدين رابع لاين، وهكذا. ماشي، لما فتحته لازم ايه اقفله، اعمل ران، يبقى كده اتقفل. طيب هل الطريقه دي صح؟ انا بحب الاول، لا انا بحب ان انا هقول له هعمل دلوقتي، بعد ما هفتحه دلوقتي حاليا، وهعمل جوه البرنامج بتاعي متغير اسمه، متغير ده عبارة عن متغير نصي اسمه Egypt English Document، وهقول له هو بيساوي اقرأ للمستند، فهيبقى ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن النص اللي موجود جوه ده. اوكي، وبعدين هقفل ده دلوقتي او بعديها، فهو كده قراها وبعدين قفل المستند. لكن احنا عندنا ده موجود، ده اقدر افتحه واشوف ايه اللي جواه. ولو عايزين ترجعوا للدرس اللي انا كنت اتكلمت فيه عن النصوص، يا ريت ترجعوا له، او المتغير النصي. دلوقتي لو قلت له دلوقتي لو انا عايز اعمل بقى، يعني انا لو جيت عايز اشوف ده، ببساطه هعمل هنا انسرت سيل بيلو، واقول له لو سمحت وريني ده بيساوي ايه. خلاص، واعمل شيفت مع انتر او ران، هيدينا المستند اهو زي ما شفناه كله، بس كله ورا بعضه بدون ايه؟ بدون ما يشيل اي حاجه. عايزين نبص هنا على حاجة، هتلاقوا شايفين سلاش ان
عارفين دي معناه ايه؟ نيو لاين، يعني عنده كل واحده في نيو لاين اللي هي سلاش ان معناها هنا نيو لاين. لذلك لو طلعت فوق شفت بنسويلا او الجزيره اهو شايفين اخر حاجه، والويست هيبقى اللي بعديها. تعال كده نشوف الان بعديها، هل في ان عند الويست؟ خلاص في ان هنا، في ان كمان اكيد عند الويست. فين الان الثانيه؟ المهم ادي الان هو عند الويست، وهتلاقي ان يبقى دي معناها السطر جديد. لكن عامة احنا برضو اخدنا ازاي نتعامل مع النصوص في الدرس بتاع المتغيرات النصية. دلوقتي انا لو عايز بقى اقسم النص ده اعمل قائمة بالسطر سطر سطر، فببساطة بقول له انا رحت عامل متغير اسمه قائمة بالانجلش document lines، خلاص English document lines list، وقلت له هو اللي عندنا فوق الانجليش دوكيومنت اللي عندنا دوت سبليت لاينز، يعني قسمه الى اسطر، وتعالوا نعمل له ران ونشوف هيدينا ايه دلوقتي. دلوقتي لو قلت له انجليش دوكيومنت لاينز ليست يبقى هيدينا لسته بسطر سطر، زي مين انتوا شايفينه لسته اري مصفوفه وتحتوي على اول واحده اول سطر، ثاني واحده ثاني سطر، تالت واحدة تالت سطر. لدرجة ان انت لو قلت له انا عايز السطر الاولاني باني اقول له هنا زيرو يعني اول واحد هيديني بس السطر الاولاني، لو قلت له عايز السطر الثاني هيديني السطر الثاني، لو قلت له عايز فور يعني ممكن اقول له يا سيدي كالاتي فور مثلا ال ان واللي هو ده خلاص، وبرضو نقطتين وعمل هنا print خلاص ال، المفروض يدينا ايه واحد ورا التاني يخلص واحد والتاني والتالت والرابع. ماشي الحال؟ ماشي. طب انا عايز قائمة بالكلمات، احنا عملنا فوق split lines، لكن هنا نعمل ايه؟ split بس. في حالة السبليت بس هيقسمها لي كلمات. تعالوا كده نقول بقى دلوقتي انا سميته English document word list او words list يساوي Egypt underscore English underscore document dot split مش split lines، يبقى هنا هيقسمها الكلمات. تعالوا نعمل run وتعالوا نشوف هنا English document words list، نعمل له run ونشوف هيدينا ايه. هيدينا قائمة بالكلمات. قائمة بالكلمات زي ما احنا قلنا قبل كده، لو قلنا له اديني اول كلمة هيديني edited، لو قلت له اديني القائمة التانية هيديني باي، القائمة التالتة نقول له هو هيديني أحمد اللي هو أنا. يعني ممكن نمشي بهذا الشكل كلمة كلمة ونشوف اللي موجود فيها. طبعا لو برضو رجعتوا عشان تفتكروا، لو أنا قلت له عدلي وعايز أقول له هي كم كلمة، فبقدر أقول له في الأول اديني اللينث اللي هي طول طول الكلمات بتاع ده، قال لي دي 445 كلمة، شيء جميل. طيب هل اقدر اشوف كم واحده فيها مصر؟ انا برضو ممكن اقول له كالاتي دوت كاونت خلاص، واقول له مصر، يبقى اديني كم مره ذكرت كلمه مصر ككلمه، قال لي زيرو، وانا مش مصدق طبعا. بس تعالوا نشوف فوق كده مثلا في مش مكتوبة طبعا مصر، لأنها دي فعلا مش موجودة، لأن دي اللي هي الإيه الإنجليزية. طب تعالى كده نشوف Egypt E G Y P T نكتبها بالإنجليزي E G Y P T، كم ذكرت برضو زيرو. طب تعالى نكتبها ب E G Y P T بدون برضو زيرو. طيب ليه؟ تعالوا كده نشوف Control C ونقول له ورلينا، كنترول في ونقول له يلا دور لي، معلش لحظة واحدة عدل الايجيبت، قال لي موجودة 10 مرات ولكن لابد ان انت تكتبها زي ما هي مكتوبة، لا بزيادة ولا بنقص. ماشي اوكي. دلوقتي احنا تعلمنا بقى اللي هي النصوص الانجليزية وازاي نقسمها كأسطر وازاي نقسمها ككلمات. طب النصوص العربية، النصوص العربية زي النصوص الإنجليزية، ولكن نظام التشفير بالعربي
بيتبع حاجة اسمها التشفير الموحد يونيكود. فلازم لما تيجي تفتح الحاجة اللي موجودة بالعربي تقول له الانكودينج UTF-8، يبقى نظام التشفير يونيكود خلاص 8، اللي بيشتمل على لغات زي الانجليزي والعربي ولغات اخرى كثيرة. فلازم اقول له ساعتها open، لان الحاجة دي مكتوبة بالعربي ويكون نظام التشفير كذا. وطبعا ما دام ما حطناش R يبقى هي read only، ما دام ما حطناش حاجة غير R، يعني لو تفتكروا اللي احنا قلنا عليها ان انت تفتحها بغرض القراية ولا الزيادة ولا الكتابة ولا ايه بالظبط. ماشي اوكي. فهنا نقول له بقى افتح لي العربي. يبقى على فكرة لو فتحته بدون يونيكود هيدي لك احرف غريبة الشكل، فلذلك لازم نقول له يونيكود. عايزين نقراه، فبقول له ايجيبت عربيك. انا سميته بالشكل ده، بحب دايما اسمي التسمية وصفية، لو سميته انت اي اسم يمشي. يساوي ايجيبت عربيك دوت ريد، اقرا وافتح قوس واقفل قوس. ادي اراها دلوقتي، وسماها خلى المتغير ده باسم المحتويات بتاعته دلوقتي، وعملنا كلوز بعديها. دلوقتي عايزين نشوف ايه اللي بيحتويه، نقول له ران، هيدينا الكلام اللي انت شايفه ده. دلوقتي لو عايز اقسم ده زي اللي فات، اقسمه لاينز يعني اسطر، يبقى اقول له هنا اللي هو النص نفسه المتغير دوت سبليت لاينز، اقسمه الى اسطر واعمل له ران. دلوقتي دي لو شفتوا ادي عبارة عن مصفوفة تحتوي على اول لاين ودي تاني لاين ودي تالت لاين وهكذا. وعايز اقسم المستند بتاعي الى words، اقول له split بس واعمل له run. وتعالوا كده نشوف الwords بتاعتنا، هنلاقي هي سيدي الwords خلاص. لو عايزين برضو نفس الشيء اللي فات نشوف مصر ذكرت كم مرة، تعالوا insert سيل اباف وقول له هنا اللي هو اللي فوق ده ايجيبت خلاص Arabic documents word دوت كاونت، عدلي وقول له عدلي مصر خلاص عربي مصر، واقول له دور لي، فقال لي لقيت ثلاثة جمهورية. ونشوف هيقول لي لقيتها واحدة عدد مرات واحد وبهذا الشكل. طيب دلوقتي بقى احنا لو عايزين بقى نحفظ المستند تكست، فانا كتبت مستند هو تكست انا اللي مسميه، وعملت ثلاثة الاول او اربعة عشان اقول له دي اكتر من سطر. كتبت my name is احمد خرشد، my profession is engineer، I live in USA، وكتبت بالعربي عشان اوريك انه ممكن بالعربي وبالانجليزي اسم احمد خرشد المهنة مهندس. ودلوقتي قلت له بقى my text، انا عايز قلت له افتح لي ملف اسمه my text dot text، مش موجود. W يبقى رايت، يبقى اكتب واكتب لي ب encode UTF-8 عشان ده فيه ايه عربي. وهنا بقى my text dot write text، يبقى اكتبها لي بقى، خليها لي اكتبها لي جوه الملف. ونقفل الملف ونشوف اللي هيحصل. دلوقتي تعالوا نفتح الملف تاني، نفس الملف بنفس الانكود، وقلت له ريد واطبع لي، ونشوف جاب لي اللي انا عملته هنا هو اللي انا عملته هنا. يا ريت الدرس ده مهم لعدة اشياء. يعني بعض الاحيان انا بعمل برنامج وبيفضل شغال مدة طويلة ساعتين ثلاثة، فعشان احتفظ بالاوتبوت بتاعي اللي انا طلعت بيها الاستنتاجات او الارقام اللي انا طلعت بيها، فبحتفظ بيها في ملف تكست بدل ما اعيد شغلانة تانية. او بعد ما احتفظ بيها لو عايز اشتغل عليها مرة تانية بعمل لها لود اللي انا طلعت، لو كانت الاعداد كبيرة الاستنتاجات كتيرة فبحتفظ بيها في تكست وبعدين بعيد تحملها المرة اللي بعديها. طبعا في ملفات زي الجداول كوما سيبريتد فاليو اللي هي عبارة عن قيم وبينها وبين بعض كوما، دي هنتعلمها بعدين لما نيجي نشتغل على الباندا ازاي ممكن نحمل ملفات زي ملفات الاكسل ونقراها ونشتغل عليها. الله يوفقكم ان شاء الله، واسف على التطويل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.